حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ان شاء الله هعمل معاكم النهارده الفاصوليا، والفاصوليا من الاكلات الجميله جدا. انا معايا هنا ربع كيلو من الفاصوليا الناشفه، نقعتها من امبارح بالليل، هصفيها ومن الميه اللي فيها ونبتدي نسلقها مع بعض. هسلقها بمعلقه سكر صغيره ومعلقه كمون صغيره. جبت انا معايا حله على البوتاجاز فيها ميه سخنه، هنزل دلوقتي بالسكر والكمون، وطبعا انا شطفتها كويس قوي من الميه اللي انا كنت سلقاها فيها وصفيتها بالمصفى وحطيتها معايا هنا في الحله. السكر هيساعد معانا ان الفاصوليا تستوي معانا على طول. هسيبها كده تتسلق وبعدين نعملها مع بعض. بس كده حبايبي انا طفيت على الفاصوليا وحطيتها كده، صفيتها بالمصفى، وهنبتدي دلوقتي نعملها مع بعض. جبت معايا دلوقتي المقادير اللي هنعمل بيها الفاصوليا معانا. انا معايا هنا اللحمه سلقتها كده كويس قوي، ومعايا كمان بصلايه قطعتها قطع صغننه كده، ومعلقه صلصه، وكمان معلقه ثوم كبيره، ومعايا كمان حوالي ربع كيلو من الطماطم عصرتها. هنعمل مع بعض دلوقتي الفاصوليا. جبت معايا دلوقتي حلة على البوتاجاز، حطيت فيها معلقة سمنة كبيرة، وهبتدي انزل كده بالبصلاية واصفرها معايا شوية كده حبايبي. انا صفرت معايا البصلة زي ما انا عايزة، هبتدي دلوقتي انزل عليها كده بنص الثوم اللي معايا واشوحهم هما كمان مع بعض كويس قوي، يا دوبك بس تشويحه بسيطه. مش بس كده، انا شوحت البصل مع الثوم، هنزل دلوقتي بمعلقه الصلصه. انا طبعا حاطه معلقه الصلصه في شويه ميه وهقلبها كده كويس مع البصل. هنزل دلوقتي بالطماطم، الطماطم دي حوالي ربع كيلو هحطها هنا كمان. اضيف دلوقتي الفلفل الاسود، احط كده شويه من الفلفل الاسود، احط كمان معايا معلقه صغيره من الملح، ولو حسيت ان هي محتاجه ملح هبزودها، ونص معلقه صغيره من السكر عشان تعادل الحموضه اللي موجوده في الطماطم والصلصه. هغطيها واسيبها تتسبك شويه. خلاص كده الطماطم غليت معايا شويه، هبتدي انزل دلوقتي بالفاصوليا معايا. الفاصوليا اتسبكت شويه مع صلصه الطماطم، هنزل دلوقتي معايا باللحمه، واللحمه دي حوالي نص كيلو. حط كمان دلوقتي نص معلقه كده من الثوم المهروس اللي فضلت معايا، هتدي طعم جميل قوي معانا للفاصوليا. هسيب بقى اللحمه تتسبك مع الفاصوليا شويه، وبعدين ابتدي ازود لها كمان كوبايه شوربه. كده حبايبي الفاصوليا اتسبكت معايا هي واللحمه مع صلصه الطماطم، هبتدي دلوقتي اضيف لها كوبايه من الشوربه واسيبهم يغلوا مع بعض شويه وبعدين اطفي عليها. خلاص كده حبايبي انا خلصت معايا الفاصوليا، شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه شكلها جميل. الفاصوليا كمان مستويه جدا عشان خاطر احنا كنا نقعينها من بالليل لحد الصبح، وكمان سلقناها في سكر. وطبعا انا ما طفيتش على الفاصوليا غير لما لقيتها استوت خالص. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، خلاص انا خلصت الاكل، عملت بقى جنبها شويه رز بالشعريه وكمان شوربه لسان عصفور، وده الليمون اللي انا كنت عملته معاكم قبل كده، وهبقى انزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بجد اكله جميله، والفاصوليا من الاكلات الجميله، وهي دي حبايبي وصفتي اللي انا عملتها معاكم النهارده. يا رب تعجبكم.